بخصوص مخرجات اللقاء الحكومي مع رئيس الاحرار الشؤون الوزاريه برئاسه السيد رئيس الحكومه مع النقابه الحكوميه الاربع، هي عباره عن حروب الامام من طرف الحكومه ومن طرف الوزاره المسؤوله، لان ما ورد في مخرجات الحوار ما تم تسميته في جميع العمل في النظام الاساسي لا يستجيب لمطالب الشبيله التعليميه، مطلب الشبيله التعليميه واضح وهو سحب النظام الاساسي جمله وخصوصا واستجابه لكافه مطالب الشبيله حتى يعلم الرأي العام الوطني سوء نية وزارة التربية الوطنية الذي خاطب رئيس الحكومة رجال مجلس التعليم بأنهم يديروا النية. اليوم يتفاجأ الأساتذة والأستاذات في الجهات العلمية عامة بسرقات من أجور، لا نعتبرها اقتطاعات وإنما هي سرقات من أجورهم. لماذا هي سرقات؟ لأن الإضراب حق دستوري مفروض بالدستور ومفروض بالقوانين الدولية، وتعمل وزارة التربية الوطنية على خرق الدستور وخرق القوانين الدولية والعمل على السرقة من أجور الشقيلة التعليمية، الأجور الهزيلة للأساتذة. تمت سرقة مبالغ مهمة منها وصلت إلى ما يناهز 3000 وما يفوق 3000 درهم. هذا يبين سوء نية وزارة التربية الوطنية، سوء نية الحكومة في التعاطي مع ملف الشقيلة التعليمية. بخصوص تمثيليات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، نحن نعلن تضامننا المبدئي مع أبنائنا وبناتنا التلميذات. إذا كان آباء وأمهات التلاميذ كآباء وأمهات بيولوجيين، فنحن آباء وأمهات معنويين لأولئك التلاميذ والتلميذات. نحن بمثابة آباء وأمهاتهم، بل أكثر من ذلك، لدينا أبناؤنا وبناتنا يدرسون في المدرسة العمومية وقلوبنا تحترق على أبنائنا وبناتنا. وبالتالي من يجب أن يتحمل المسؤولية هي وزارة التربية الوطنية، هي الحكومة المغربية. ثقة واستمرار لمهزلة الحوار، لأن ما كانش هناك استجابة حقيقية للمطالب الفئوية للنساء ورجال التعليم، بل فقط امتداد لحوارات سابقة ولم تأتي بالجديد. ما كانش حاجة لتطمئن النساء ورجال التعليم باش يرجعوا للعمل ديالهم ويلتحقوا بالأقسام ديالهم. فعلا الأساتذة المتقاعدين عفوا هم كذلك تشملهم هذا الظلم وهذا الإقصاء، لأن كان هناك من قضى أزيد من 20 سنة وبالتالي حرم من الترقية إلى خارج السلم، واعتمدت الوزارة فقط المتقاعدين في 2023، اللي غادي يستافدوا فقط من 8 شهور في خارج السلم وغادي يتقصاو في التقاعد ديالهم، لأن ما غاديش على أساس 8 سنوات بس. نعتبر ان مخرجات اللقاء التي كانت تحت اشراف رئيس الحكومه انها مخرجات لا تلقى نهائيا لتطلعات النساء ورجال التعليم، بل نعتبر انها مجرد مناوره سياسيه قامت بها الحكومه. لماذا؟ لان من بين الخلاصات التي جاءت على لسان رئيس الحكومه وعلى لسان ايضا النقابات، الا وهي تجميد العمل بمرسوم النظام الاساسي، في حين انه من الناحيه القانونيه لا وجود لشيء اسمه التجميد. لماذا؟ لان المرسوم مرسوم النظام الاساسي لا يمكن الغاؤه او توقيفه الا بمرسوم اخر، ولحدود الان الحكومه ووزاره التربيه الوطنيه لم تصدر اي مرسوم يلغي المرسوم الذي اصدرته يوم 9 من اكتوبر. بالتالي نحن بناء على هذا السبب ما زلنا مستمرون في معركتنا النضاليه، اولا من اجل سحب النظام الاساسي، ثانيا تنديدا بالمحاكمات التي يتعرض لها زملاؤنا وزميلاتنا في التنسيقيه الوطنيه للاساتذه والطلاب المفروض عليهم التعاقب، وثالثا استنكارنا التام للحوار المغشوش، الحوار الذي نعتبر ان كل الاطراف متآمره فيه، خصوصا بعد خروج الجهات التي تدعي انها تمثل نساء ورجال التعليم، تدعي انه تم حل المشاكل، في حين انه من الناحيه العمليه الواقعيه لا وجود لاي حل نهائي لحدود الان. وبالتالي نحن نحمل المسؤوليه من جهه لوزاره التربيه الوطنيه وللحكومه، ونحمل ايضا المسؤوليه التاريخيه للنقابات الاربع التي ينبغي ان تنتبه لحجم المسؤوليه الملقاه على عاتقهم في ظل هذه المرحله.